السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب براقي، حيت فيه احدث الصور اللي عندنا اللي تعود الى هذا الايامات، يعني يومين او ثلاث ايام، واللي فيها خبر يقول انه الملعب هذا لن يعطى الا لشباب بلكو ولا اي فريق اخر، وهو الملعب هذا سوف يخصص للفرق، كل اي فريق اللي يكون يلعب في القسم الاول، اذا يعني سبب بالكور او اتحاد الحراش او فريق نصر حسين داي، اي فريق عاصمي يكون ينشط في القسم الاول يكون له الحق في استعمال هذا الملعب ويبقى للمقابلات الدوليه. اذا لن يعطى لاي فريق كان، هذا هي قرار تاع وزارة الشباب والرياضة واللي يبقى في حوزة وزارة الشباب والرياضة. إذن نترككم مع نهاية الفيديو هذا رائع، الملعب رائع يعني أقل ما يقال عنه، والسلام عليكم. Thank you.